أكد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات أن التطور الكبير الذي شهده قطاع الطيران في مملكة البحرين يعد أحد أبرز قصص النجاح، وذلك بفضل رؤى القيادة الرشيدة لمملكة البحرين، والتي جعلت من التنمية والتطوير غاية التف حولها جميع أبناء المملكة. وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين انفردت على مدار التاريخ بمكانة رائدة بين دول المنطقة باعتبارها مركزا تجاريا إقليميا بارزا وأحد أهم الموانئ الحيوية، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز. جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها سعادة الوزير خلال الندوة التي عقدها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات تحت عنوان البحرين في الطيران التاريخ والآفاق في المركز الإعلامي في قاعدة الأسخير الجوية على هامش أعمال النسخة السادسة لمعرض البحرين الدولي للطيران. ولفت سعادته إلى أن تاريخ البحرين في الطيران يمتد لسنوات طويلة تخللتها محطات هامة أثبتت ريادتها في هذا المجال، مؤكدا أن وزارة المواصلات والاتصالات تتبنى استراتيجية لتطوير الكفاءات الوطنية لبناء جيل المستقبل في قطاع الطيران من خلال الاعتماد على العنصر البحريني الشاب. وأضاف سعادته أن مشاركة هذه النخبة من الخبراء والمعنيين لإجراء حوار فكري تهدف لإبراز موقع مملكة البحرين على الخارطة الإقليمية والدولية الذي يعد أحد أبرز القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني. بدوره قال سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات في كلمته الافتتاحية للندوة إن مملكة البحرين ما زالت تتطلع لأدوار أوسع تؤديها في قطاع صناعة الطيران المدني وبنيته التحتية، لذلك يبرز دور هذا القطاع في رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ضمن الجهود اللي احنا حاولنا ان نقدمها السنه هذه في النسخه من معرض البحرين الدولي للطيران على اساس تتيح الفرصه حق المهتمين بقطاع الطيران انهم يشاركون ويتعرفون اليوم على التاريخ الزاخر صراحه في قطاع الطيران المدني لمملكه البحرين واللي يمتد يمكن لاكثر من 100 سنه. فاول طائره هبطت في 1918 وتطرقنا اليوم حق التسلسل الزمني لحركة الطيران المدني في المطارات اللي كانت متوفرة في البحرين، وهذا يثبت الموقع المتميز لمملكة البحرين في قطاع الطيران المدني منذ قديم التاريخ. نعتز في مركز البحرين دراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات بتنظيم ندوة متخصصة بعنوان الطيران في البحرين التاريخ والآفاق. هذه الندوة التي نسعى من خلالها في إنجاح هذا الحدث العالمي في عالم الطيران المميز بتوفير منصة يتبادل فيها الخبراء والمختصون والمعنيون بصناعة الطيران المشاركون والمساهمون في هذا المعرض للمشاركة في عدد من الجلسات المتخصصة لتباحث أفضل الممارسات ولتسليط الضوء على ريادة مملكة البحرين في مجال الطيران وفي صناعة الطيران. في الجلسة الأولى استعرضنا تاريخ ومحطات مختلفة من تاريخ الطيران في مملكة البحرين. أما الجلسة الثانية فأيضا استعرضت الخدمات وتطور الخدمات اللوجستية في المطار وأيضا المتعلقة بالطيران في البحرين. والجلسة الثالثة استعرضت الآفاق الطيران نحو الفضاء وما تم إنجازه في هذا الشأن.